النهاردة اللي أنا بقوله ده المهندس محمد عادل المشرف العام على الكورة في نادي المقاولين العرب بيطالب بمحاكمة اللي قال الكلام ده إن مصر كلها أطلقت عليه خازوق جعفر. أيوة هو خازوق جعفر، خازوق إدان المصريين في تاريخهم وفي شرفهم وفي كرامتهم الرياضية والكروية. النهاردة محمد بيعادل المشرف العام على الكورة بيقول لك لابد إحنا المقاولين العرب بنطالب بالمحاكمة لكل اللي لوث بطولة مصرية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. لابد من المحاكمة، مش النهاردة بتكافئوا وتجيبوا محلل لمباراة الزمالك ودجلة. إيه يا أخي، راحت فين منكم المروءة يا أخي؟ راحت فين منكم المروءة يا أخي؟ ولا خير فينا إلا بنقولها وبنقولها باحترام وبالقانون. طب خلوه يتوارى عن المشهد لحظة، يعني انتوا كده بتطلعوه على كان خاطر يحل المباراة وكأن كل اللي قالوا لا يعنيكم. العالم العربي كله مقلوب رأسا على عقب والناس بتعايرنا في كل مكان. النهاردة جريدة المنتخب المغربية بتطالب بسحب بطولات الزمالك التسعة ولا السبعة ولا التسعة أكبر من السبعة ولا السبعة أكبر من التسعة اللي لوثت بيها تاريخ مصر، وقاعد تدور على أرقام واهية ومش هتعمل حاجة ولا هتروح أي مكان غير كلام على الفارغ في الفضائيات. بدل ما تروح تدور على حقك بالقانون شوهت الأهلي وشوهت البلد وشوهت الدنيا كلها، والتسعة أكبر من السبعة. أهو النهاردة المنتخب المغربية بتطالب بتحقيق طويل عريض بسحب البطولات التسعة بتاعتك، لأنك أنت بيقول لك التقرير بيقول كده وأنا ضده، بطولات جت بالحرام وبالاتفاق مع الحكام. يعني أي أنا لا أرضى بالتقليل من بطولات الزمالك اللي جت بالعرق والجد والاجتهاد، ولا بطولات الأهلي اللي جت بالجد والعرق والاجتهاد، ولا منتخبنا اللي عرق وشقي زي ما قالوا الأبطال ونجومنا سواء جيل 90 أو أي حد من اللي اتكلم بالأمس. النهاردة المغاربة بيطالبوا أن لابد من وقفة قبل مباراة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في الدور قبل النهائي لدور الأبطال، لأنهم خايفين من الحكام، لأن طلع واحد مصري بيقولوا على فكرة مصري ما بيقولوا الزملكاوي، بيقولوا واحد مصري طلع قال إن كل البطولات حرام اللي خدها الأهلي واللي خدها الزمالك واللي خدها الإسماعيلي واللي خدها المقاولين واللي خدها غزل المحلة وكل المشاركات كانت حرام. ويروح طالع اللي محدش عارف يحاسبه في مصر يقول لك كمان ايه، يزيد الطينبله يقول لك الخطيب كان معاه ساحر فبقيت اسطوره من السحر، ويهين التراب على كل شيء حلو في تاريخنا. وحسن شحاته كان معاه ساحر سوداني ولما اختلف معاه خسر كل البطولات، وكلام ما انزل الله به من سلطان. انا مش انا اللي بقول الكلام ده على فكره، ما تجوش عندي كلامي ويقف في زوركم، ما تجوش عندي كلامي وتقولوا عبد الناصر قال لي كده. مين اللي طلع النادي نادي الرشاوي الحقيقي؟ بدل ما هو بيدور على نادي القرن الحقيقي خلاه نادي الرشاوي الحقيقي، مش انا. مين اللي قال كنت بقعد مع الحكام ككابتن واقول لهم انتوا عايزين ايه؟ مش انا. مين اللي قال كنت باخدهم بورسعيد يتسوقوا؟ مش انا. مين اللي كان بيقول بياخدوا باكت ماني بالدولار وازود الباكت ماني؟ مش انا. من اللي قالوا كنت اركبهم عربيات مرسيدس عشان افسحهم؟ مش انا. من اللي كان بيقول انا كنت بجيب لهم شرابات؟ ده مش ناقص غير يقول لنا كنت بجيب لهم فلنات وكلوتات وبجيب لحريمهم اطقم نوم، ما كانش ناقص غير يقول لنا كده. وفي الاخر مطلعوا النهارده محلل لمباراه الزمالك ودجله. طب يا اخي احترم مشاعرنا، يعني احترم. امر على المروءه كل يوم افضل اقولها لكم على طول، اللي قالها الشافعي مفيش مروءة عند حد، مفيش رجولة عند حد، مفيش مسؤول عنده نخوة. أمر على المروءة كل يوم أقول علامة تنتحب الفتاة، قالت كيف لا أبكي وقومي دون قوم الله ماتوا. طب إمتى يبقى عندكم غيرة على البلد؟ إمتى يبقى عندكم غيرة على الراجل الرئيس ده اللي عمل إنجازات ما اتعملتش من أيام محمد علي؟ أنا عارف إن في غلا وعارف إن في معاناة وعارف في كذا، ولكن برضه في رئيس عمل لكم اللي ما تعملش من ايام محمد علي. في انجازات وبنيه اساسيه ما كناش نحلم انها تتعمل في 6 سنين، لان من المفترض تتعمل في 60 سنة. ليه مصممين تهينوا كل هذه الانجازات؟ وعشان كوره ورياضه ملعون ابوها. انا بقترح على الرئيس انه يلغيها الكوره احسن بدل كده يا جماعه.
بدل مش قادرين تقفلوا القناه دي ولا تسكتوا الناس دي، الغوا الكوره كلها يا جماعه. ده الاهلي مش قادر ياخد حقه، الاهلي بجلاله قدره ومحمود الخطيب الاسطوره مش عارفين ياخدوا حقهم في البلد. هنيجي احنا ناخد حقنا؟ تاريخ اتلوث. انا لم اكن اتوقع ردة الفعل العربية. النهاردة سكاي نيوز عربية عاملة تقرير فضيحة عن كلام فاروق جعفر، قناة العربية تقرير فضيحة، البي بي سي تقرير فضيحة. النهاردة العالم كله بيترجم هذه التصريحات، دي نهاية عالم اقسم بالله. الموضوع اكبر من وزير الرياضة واكبر من رئيس الوزراء واكبر مما يتخيله بشر. الموضوع يا جماعة أخلاق بلد بتضيع وتاريخ بلد بيتلوث. أنت مهما تعمل مش هتقدر تخلي كلام فاروق جعفر اللي قاله يتلحس تاني، لأنه زي ما قلت لك وزي ما بيتقال عندنا في الصعيد، الطلقة لما بتطلع وما يخزيك إنه يطلع ابن كلب سافل متخلف يقول لك إيه ده حرب موجهة على النادي. حرب موجهة على النادي إزاي؟ يا أخي حرام عليكم يا أخي. يا أخي هو في حد أكبر ده يتكلم؟ يا اخي الكابتن فاروق قيمه كبيره، الكابتن فاروق اصلا جزء من القوه الناعمه بتاعت مصر، محدش مصدق ان فاروق جعفر يقول هذا الكلام. النهارده العالم العربي مقلوب، ده بيطالب بسحب البقولات، وده بيطالب بسحب مش عارف ايه، وده بيطالب بمحاسبه. ده احنا كنا على مدار التاريخ من اول ما اشتغلناها المهنه دي، وبنقول مع احترامي للاخوه التوانسه ان اخواتنا التوانسه هم الاساتذه في تظبيط الحكام. وكانوا يضحكوا، ده احنا لغايه هنا قريب كنا بنقول طارق بشماوي هو اللي عامل كل حاجه في التحكيم الافريقي. الاهلي اكتر فريق الظلم في التحكيم الافريقي بسبب طارق بشماوي، ده تاريخ. انت قلبت الدنيا كلها فوق دماغنا، وفي الاخر طلع النهارده تحل المباراه. طلع النهارده تحل المباراه. يعني ازاي يعني؟ والله العظيم الغوها الكوره يا جماعه ما دام وصلنا للشكل ده. اولا ازاي هو قابل على نفسه انه يطلع؟ وازاي الاخوه المسؤولين عن القناه طلعوه؟ طب ما انتوا بتضلوا ارسالكم للناس يا جماعه، بتقولوا اي حد لسانه طويل واي حد يبهدل البلد هو اللي هيوبع الحجر والمحترم مش هياخد حق فيها. انتوا بتعملوا ده؟ امبارح طلعتوه مع عمرو اديب، والنهارده طلعتوه محلل في دجله، ومش عارف ومين طلعه فين، ومين بيدافع فين، ومين بيقول فين. انتوا عايزين ايه؟ ومستكترين عليا اتكلم، انا لما بتكلم كده، انا لما بتكلم كده يقولوا عبد الناصر زيدان مثير للفتنه، انا مثير للفتنه؟ امال انتوا بتعملوا ايه؟ بتبيعوا سبح؟ ولا بتحفظوا الناس قران؟ ولا بتدعوا للاسلام على الهوى؟ ولا بتدعوا للتسامح؟ ولا بتدعوا للروح الرياضيه والاخلاق؟ انتوا دمرتوا كل حاجه، كل حاجه دمرتوها، مفيش حاجه قاعده ما عملتوهاش. انا لم اكن اتصور النهارده اني انا والله العظيم ما رضيت اتفرج، ان انا ارى النهارده يقول لك الكابتن فاروق جعفر مع الكابتن حماد عبد اللطيف محلل مع الكابتن طارق يحيى مباراه الزمالك وادي دجله اللي انتهت 4-0. والله العظيم زعلت على البلد. العالم كله مقلوب واحنا مطلعين فاروق جعفر نحتفل بيه، المقاولين العرب بيطالب بمحاكمته، الكابتن علي ابو جريشه والاسماعيلي قال لك احنا ما عدناك مع الحكام يا فاروق، يمكن انتوا كنتوا بتقعدوا. احمد بلال اداله واحده قصف جبهه، قال له انت بتقول قعدتوا مع الحكام وعملتوا ده كله وفي الاخر ما كنتوش بتاخدوا بطولات. وبقي تراشق، وانا ضد الكلام ده وضد الكلام ده، لان في النهايه كله اساء لمصر. مش على ابو جريشه واحمد بلال، لا ما اقصدش كده، ولا علي عاشور لما اتكلم عن المقاولين، ولا الكابتن حمدي نوح، ولا الكابتن اسامه خليل، ولا الكابتن ربيع ياسين، ولا ابراهيم حسن، ولا اي كابتن من الكباتن اللي اتكلموا، ولا احمد الكاس، ولا كل الناس المحترمه دي. ما اقصدش انهم دول اهانوا مصر، اقصد الملف كله اهان مصر. ان فاروق يقول اللي قاله ويترد عليه كله تدمير للبطولات المصريه. كله تدمير للبطولات المصرية، كله تدمير للبطولات المصرية. وفي الآخر زي ما انت شايف هم نفس السفلة ونفس المنحطين اللي بيدافعوا عن كبيرهم، هم اللي بيدافعوا عن فاروق على الصفحات. انا لا اقصد اللي في القناة، انا بتكلم على التجار بتوع السوشيال ميديا. انت عارف دلوقتي كل واحد عاقل، كل واحد عاقل بيروح يعمل صفحة ويروح يقابل الراجل ده يقول له انا اشتم لك عبد الناصر زيدان،
اشتم لك ابو المعاضي زكي، اشتم لك احمد سعيد، اشتم لك ممدوح عباس، اشتم لك مش عارف مين، اشتم لك مين، وتديني كام يقول له ادي لك كذا، يروح عامل صفحه ويقعد يشتم فينا. المسجلين خطر دلوقتي بقوا مشطاء على الفيسبوك، المسجلين خطر دلوقتي بيدافعوا عن الزمالك وهم ما يعرفوش اصلا الكره مدوره ولا مربعه. شرفاء الزمالك بعدوا تواروا كل يا جماعه. انا طلعت طرحه على كان خاطر سميره الدغيتي رئيسه قناه ال تي سي مرتضى منصور اهانها. طلعت طرحه بقول دي هديه من سميره الدغيتي للسيد المحترم مرتضى منصور، بسببها اتقفلت القناه. اتقفلت القناه. هو القانون عندكم بيشوف بعين وعين له؟ هو القانون عندكم ما بيشوفش اللي بيحصل؟ انا لو قلت حرف من اللي قاله فاروق جعفر ولا احمد جمال ولا خالد الغندور ولا اي حد من الضيوف المحترمين الافاضل اللي بيجوا على القناه، كانوا مش قفلوا القناه، ده كانوا قبضوا علينا في مدينه الانتاج الاعلامي. والله كانوا قبضوا علينا في مدينه الانتاج الاعلامي. كانت قناه الاهلي لما طلعت ردت بالادب والاحترام، ما تحملتوش ثلاث حلقات، ما تحملتوش ثلاث حلقات. بعد ثلاث حلقات افتكرتوا القانون وافتكرتوا اللوائح وافتكرتوا الاحترام وافتكرتوا الروح الرياضية وافتكرتوا الأخلاق وافتكرتوا مصر اللي سايبينها تتبهدل 24 ساعة. افتكرتوا مصر اللي سايبينها تتبهدل 24 ساعة ومحدش سائل فيها، وقلتوا هنقفل قناة الأهلي، وجبتوا الناس بتوع الأهلي والناس بتوع الزمالك وعهد بينهم بين بعض ومحدش يتكلم عن التاني. بعد ساعة من القعدة طلع رئيس نادي الزمالك شتم مصر كلها على القناة. توازين الإعلام طالع في المؤتمر الصحفي قبل ما ربنا يفتكره ويمرض وربنا شفاه وبقي زي الفل، وتحية لي معالي وزير الإعلام المحترم اللي كل الناس بتقدره، طلع قال من النهاردة مفيش احتقان في الرياضة وسنقضي على الاحتقان الموجود على الفضائيات. بعد ثلاث ساعات من تصريحه، تصريحه كان 8 أو 9 بالليل، تناقلته وكالات الأنباء على الساعة 12 واحدة، كان السيد رئيس نادي الزمالك بيشتم مصر كلها. المجلس الأعلى للإعلام طلع بيان بعد البيان بأربع خمس ساعات طلع شتم مصر كلها. ولما يرفع علينا قضية يقول لك ايه اللي ما اصابني ايه ان احنا تجاوزنا في حقه اخلاقيا، امال هو بيعمل ايه؟ وفين التجاوز اللي احنا تجاوزناه؟ واي كلمة يكتبها يجيبونا يتحقق معنا في ثلاث دقايق، وهو قاعد يشتم 24 ساعة ولا حد بيكلمه في اي حاجة. انا اخر ما كنت اتصوره ان النهارده اشوف فاروق جعفر بيحلل مباراه الزمالك وادي دجله الوديه. اخر ما كنت اتصوره الدنيا مولعه نار في الوطن العربي كله، كل المنافسين بتوعنا، حتى الراجل عبد الكريم الشلماني ده اللي هو الحكم المشهور المغربي، الراجل طلع بيان يلا كوره قال لك انا حكمت لكل الانديه في مصر، لم يحدث ابدا معي ما قاله فاروق جعفر. وحكام من ليبيا وحكام من تونس، كل الناس اتكلمت، الموضوع هز الوطن العربي. فانت تروح تطلعه بتديله سك براءه، بتقول له يلا يا عكن تشتم مره تانيه، يلا يا عكن تدمر اللي باقي من البلد، شوف لك حد تاني دمره، شوف لك بطولات تانيه اقضي عليها. انا مش متخيل والله يا عم، ما توقفهوش بدل انت بتسانده، وما دام انت مصمم تخلي اللعبه دي شغاله، ولكن خليها توارى اسبوع عن الانظار شويه. لكن كده عيني عينك، ده عدى كل ما نقوله من تجاوز بصراحه. عيني عينك، انتوا بتقولوا للاجيال الجديده اعملوا اللي انتوا عايزينه يا شباب، وكل ما تغلط اكتر كل ما هتتكرم، كل ما تدمر في تاريخ بلدك كل ما هتلاقي اللي بيسندك. النهارده الاخوان لعنة الله عليهم في الدنيا والاخره، النهارده واخدين كلام فاروق جعفر ويقول لك ايه مرشد العسكريين. اهو حضرتك مش كلامي، اهو
مرشد العسكريين في جريدة سافلة قطرية ما تستاهلش غير ضرب الجزمة، بيقولوا على معالي المشير طنطاوي مرشد العسكريين. طنطاوي ده جزمته بيكم، وانا مش عايز اقول اسم الجريدة لان ما يشرفنيش ان انا اقولها. جريدة قطرية النهاردة عاملة تحقيق وتقول لك ايه، مرشد العسكريين طنطاوي هو الساند والحامي لمرتضى منصور، وكاتبين لك ايه، فاروق جعفر افسح النقاب وكشف المستور وقال مش عارف ايه ووضح ان مرشد العسكريين الاب الروحي للسيسي. عجبكم كده ومش عايزين نزعل على بلدي؟ عجبكم لما جورنان سافل في قطر يعمل تحقيق بهذا الشكل ويتكلم عن معالي المشير ربنا يديله الصحة ويبارك فيه ويكرمه اللي أنقذ بلدنا في حقبة مهمة من أهم مراحل مصر التاريخية، وراجل كل المصريين بيحبوه بيقدروه، لما جورنان سافل زي كده بيطلع من بلد حقيرة زي قطر يقول الكلام ده نقلا عن فاروق جعفر؟ عجبكم الهاشتاكات اللي عملوها الإخوان؟ عجبكم اللي بيكتبوا الإخوان؟ فاروق جعفر يفضح الدنيا ويوضح ان الذي يحمي فلان الفلاني المشير طنطاوي ده كلام الاخوان. خش على الفيسبوك، خش اقرا الصحف القطريه، انا عندي مش هعرضها لك لان ما بحبش اعرض الحاجات بتاعتهم، مش بحبش اعرض الحاجات بدل ما يطلع لنا حد اسد يدافع عن البلد وهي داخله على حرب. يعني بص انا اوريك حاجه، الفرق ما بين اللي قاله فاروق جعفر ودى مصر فين والفرق اللي قاله هذا الرجل العميد المحترم. بص هسمعك حاجة، بس شوف حضرتك، بص هسمعك حاجة مهمة جدا، هسمعك حاجة مهمة جدا دلوقتي. بص حضرتك شايف، شايف ده فرق ما بين راجل طلع في قناة رفع اسم بلدك وواحد طلع في قناة من خلال الكورة اللي ما تهمناش بتلاتة تعريفة لما نتكلم عن وطننا وعن أرضنا عمل إيه فينا. أهو بص شوف حضرتك، شوف عمل إيه فينا، شوف عمل إيه فينا. بص حضرتك شايف أهو، أنا النهاردة كتبت مقال صغير لازم تعرف عدوك، لأن قناة البي بي سي لا تقل حقارة عن الجزيرة ولا تقل حقارة عن الشرق ولا تقل حقارة عن مكلمين، كلهم الشرق مكملين العربي البي بي سي كلهم بيقبضوا من قطر كلهم. على فكرة تركيا ما بتدفعش حاجة، قطر اللي بتمول، بس تركيا مستضيفة شوية كلاب بتهوهو وانجلترا مستضيفة شوية كلاب بتهوهو. على فكرة البي بي سي اللي بيقبض مرتبات البي بي سي قطر، والناس كلها عارفة الكلام ده مش أنا بخترعه. النهاردة جايبين، شوف فاروق جعفر عمل ايه فينا، وشوف العميد المحترم الراجل الجدع هذا الرجل المحترم اللي هو طلع في البي بي سي عمل ايه. بص حضرتك لازم تعرف بأن البي بي سي أوسخ من الجزيرة والشرق ومكملين، لأن العاملين بهذه الشبكة يتقاضون رواتبهم من قطر، ولا تستغرب عندما تجدهم يتآمرون على رئيسك وعلى جيشك ليل نهار ويقللون من بلدك ويحاولون النيل منها. أنت فقط تحتاج إلى من يحفظ لمصر قيمتها ويدافع عن تاريخها وعن رئيسها وعن جيشها. الشهم العميد سمير راغب رد اعتبار الرئيس والجيش والمصريين كلها في دقيقتين، في دقيقتين. وفاروق جعفر عمل حلقة ساعة دمر فيها تاريخ مصر الكروي والرياضي وخلانا خروق لنا الدنيا وخلى الإخوان والأشكال الوسخة تقطع فينا. أهو العميد سمير راغب أسمعك عليها، أهو بيتكلم في السياسة وإحنا بنتكلم في الكورة، ولكن في مقطع دقيقتين بيتكلم على سياسة مسك المذيع بتاع البي بي سي مسح بكرامة أم الأرض، ومسك الضيوف اللي جايبهم بتوع تركيا مسح بهم الأرض، وقال لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنا خدمت معاه لما يقول دي، لما يقول دي خط أحمر الراجل فيكم يقرب ويشوف بقى خط أحمر ولا خط أزرق، وقال لهم أنتم متآمرين على الهوى وانتوا بتحاولوا تنالوا من رئيس مصر وجيش مصر، انتوا جايبيني انا ضيف اعزل مع اتنين والمذيع متآمر معاهم تلاتة على واحد عشان تهينوا مصر ورئيس مصر وجيش مصر. شوف العالم كله اتكلم عن العميد سمير راغب، وقناه الانباء قالت لك ايه، عميد متقاعد بالجيش المصري يعلم البي بي سي الادب. اهو بص حضرتك اهو،
يعلم البي بي سي الأدب. شوف حضرتك أهو. أهو. دكتور، أنت بنيت تحليلات ذاتية لشخصك وابتديت تجعلها مصدر، وهي ذاتية، يعني سيادتك اجتهدت أو فريق تحريرك وابتدى يألف. الرئيس السيسي لم يخفف نبرته، لم يتراجع، وفي نفس لو يعني اللي سمع المؤتمر مع القبائل في نفس الكلام في نفس المتن تحدث عن الخط الأحمر وقال إن الجيش المصري قادر على تغيير طبيعة الصراع. انت دخل مفيش الكلام ده، الكلام ده in your perception، مش لا 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 معلش معلش استاذ سمير، يعني ما انت تعلم جيدا ان المذيع في البي بي سي لا يمكن لا يمكن ان يكون له راي. لا ما حضرتك انت جايب ديفين على نفس الكفه وانت معاهم، يا اما تسيبنا اتكلم في الواقع المصري نعم. في وجهه نظر المصريه، يا اما ما كنتش جبت ضيف احمد البرقاوي. اسد ايه في ديفين يبقى طيب. قدام ضيف واحد جايب ضيف يقول مصر مفلسه طيب. وتركيا مش مفلسه، وجايب ضيف تاني يقول احنا بنشحن. ولم يقل استاذ سمير ارجو 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 ان تتحدث بيكم بالاتراك لو جبت العالم كله. استاذ سمير هل لدى مصر نظره اخرى؟ 14 شهر بتحارب في ليبيا، عبرت 2500 كيلو وجت ليبيا. تركيا رابع اكبر دين في العالم ما بعد. ده مش موضوعنا يا استاذ سمير. أوكرانيا. ده مش موضوعنا، موضوعنا متراجع. موضوعنا احنا يعني اللي يشوف اللقاء ده تخيل ليبيا كانت عايشه في سلام وامان وجت مصر عبرت الحدود عشان تفسد عليهم حياتهم، ودلوقتي مصر طيب. مصر لم تتراجع. وانا اعرف الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا وخدمت معاه. الرئيس عبد الفتاح السيسي طالما قال خط احمر لو هندفع كل طيب. لو المصريين كلهم هيموتوا لن طيب. يتراجع عن كلامه. واضح الفكره ان احنا نروج للموضوع ان هو بيتراجع لا هو لم يتراجع. انا سالته جاي هتثبت لحضرتك يا استاذ سمير من الخط الاحمر مش هيرجع. يا استاذ سمير طرح السؤال لا يرقى الى ترويج كان الوقت كلاهما بس... دخل في فبالتالي لو قدرتوا تحاسبوا تركيا تبقوا تحاسبوا مصر، لكن هنلتقي عبر شاشه بي بي سي واتمنى يكون ضيفكم اللي هيقرب من الخط الاحمر مش هيرجع. احسبوها استراتيجيه استاذ سمير استراتيجيه اللي هيقرب مش هيرجع. طيب شايف ده عمليه وفاروق جعفر عمليه، وما تقوليش سياسه وكوره، ده بيتكلم باسم مصر وده بيتكلم باسم مصر. لما الصحف المغربية والتونسية والجزائرية قالت مصري ما قالتش زملكاوي، ولما اتكتب عن العميد سمير غارب قال لك عميد مصري، عميد متقاعد في الجيش المصري. اهو بدل ما الاعلام يطلع دلوقتي يقول تحيا سمير راغب على البي بي سي، مش طالع عشان ما تقولش عليه بيعرس لحد، لا مع احمد موسى ولا مع وائل الابراشي ولا مع سين ولا صاد. ده راجل العميد دكر محترم على البي بي سي لاتنين متآمرين مع تركيا وقبر والمذيع ابن كلب وسخ زيهم. قال لهم انتوا في ايه؟ الزم حد كده انت وهو. ده لو جت تركيا والعالم كله لو المصريين هيموتوا، بدل الريس الخط احمر مفيش حد هيعدي الخط الاحمر. شوف احنا بدل ما نتكلم نفتخر بسمير راغب بنتكلم عن وقصة فاروق جعفر، ومحدش يقول لي ما تتكلمش في السياسة. ما هو اللي بهدل الدنيا ده بهدل اسم مصر، مش بهدل اسم الأزبكية، بهدل اسم مصر وبطولات مصر وأندية مصر. المقاولين العرب أول فريق الإسماعيلي كان اسمه الإسماعيلي المصري، تاني فريق في مصر كان اسمه الأهلي 82 كان اسمه الأهلي المصري، بعديه 84 الزمالك كان الزمالك المصري، بعديه المقاولين العرب المصري، غزل المحلة لما شارك المصري، حتى بيراميدز اللي لسه بيشارك في كونفدرالية اسمه المصري. فيش حد بياخد بطولات بالحرام. انتوا اللي عملتوا اليفط عشان تسرقوا حق الناس، وربنا وقعكم في اشر اعمالكم عشان هنتوا الاخرين، فربنا اراد انكم تتهانوا. انتوا اللي دمرتوا تاريخ الغير ودمرتوا تاريخكم. حدش يا ابني، انا النهارده برد في الفيديو ده على اللي بيقول لك مؤامره على النادي. مؤامره على النادي مين؟ ومين اللي عمل مؤامرات؟ ومين اللي اتكلم؟ ومين اللي قال؟ ومين اللي راح؟ ولا سوشيال ميديا اهلي ليها علاقه، ولا اعلامي ليه علاقه. واحد طلع
بخ كلام كأنه رجع على الأمة العربية، وهو على هو رجع علينا كده. أنا آسف يعني. فتحية للعميد سامر راغب، ولا تحية لهؤلاء، ولا تحية لهؤلاء. أنا حبيت أضرب لك مثل بس بسبب عدم تنفيذ القانون اللي بيتعامل فيه المصريين المغتربين في الكويت وغيرها. وواحد طلع رفع كرامة البلد اسمه العميد سامر راغب، وواحد طلع دمرنا وحط رقبتنا في الوحل ولوث كل بطولاتنا. عايزين لنا 50 سنة عشان ننسي الناس اللي قالوا فاروق جعفر. والله العظيم 50 سنة ما تكفينا، والله 50 سنة ما تكفينا. اسأل كده خليفة سلطان صديق هو ليبي عايش في تونس وصاحب شركة خدمات رياضية، قل له الناس بتقول ايه في تونس. اصحاب الجزائريين بكلمهم بيقولوا ايه في الجزائر. اصحاب المغاربة، احنا اللي كان بيتضرب بينا المثل الجد والاجتهاد والعرق بينا مثل للرشاوة ومش عارف ايه. ده في حد عامل صورة كده وجايب شيكابالا وهو بيعمل القرعة، فبيقول للحكم طلبتك يا كابتن، فالحكام بيردوا عليه بيقولوا له النبي جواك الجلد يا شيكا من بورسعيد، وبقينا مسخة وقاعد يتعامل علينا كاريكاتير في الدنيا كلها، قاعد يتعامل علينا كاريكاتير في الدنيا كلها. وناهيك بقى عن فيلم ابو سنيدة وام سنيدة، وقيس زي ما انت عايز، وقيس زي ما انت عايز. مش عايز اطول عليكم بس عشان خاطر ايه، الواحد بصراحة قرفان ان انا اشوف فاروق جعفر كده قدامي، حاجة لا يمكن حد يتحملها. والله ما رضيت اتفرج. الكابتن فاروق اخويا الكبير وحبيبي واكل معي عيش وملح، ولكن كان عليه ان يتوارى شوية، كان عليه انه يتوارى شوية. كفاية اذ لم تستحي فافعل ما شئت، اذ لم تستحي فافعل ما شئت. اقسم بالله العلي العظيم، انتوا اللي بتدافعوا عن هذا التدمير الاخلاقي واللي بتسندوه، عيجي يوم وعتدفعوا تمن ده كله. والله العظيم مصر ما بتسيب حقها ولو بعد حين.